قصر الملوك الكاثوليك في قرطبة هو معلم آخر من معالم قرطبة التاريخية، ولكن ما يميزه أكثر هو عمره المديد الذي يمتد من العهد الروماني مروراً بفترة الحكم العربي وصولاً إلى حقبة السيطرة المسيحية مرة أخرى على المدينة وحتى وقتنا الحاضر، مما جعله واحداً من أكثر المواقع في قرطبة التي حظيت بالبحث والدراسة من قبل الباحثين. فأهمية القصر تتعدى حدود قرطبة لتلقي بظلالها على الكثير من الأحداث المهمة خارج قرطبة كذلك. Bienvenidos al Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. En este edificio se cuenta la historia de esta ciudad, residencia de reyes. Grandes descubrimientos se hicieron en este fortaleza-palacio, desde el descubrimiento de América hasta la conquista del Reino de Granada y la conquista de las Canarias. Pasemos, puesto que es una visita obligada para conocer con profundidad la historia de Córdoba. القصر الذي نشاهده الآن فقد الكثير من أجزائه على مر الزمن بسبب الإهمال الذي مر به في فترات متعاقبة، لذلك فإن ما نراه الآن ليس إلا جزء من ذلك القصر المنيف الذي كان يشغل مساحة أكبر مما نراها الآن بكثير. تعود بدايات القصر إلى العام 65 قبل الميلاد، إلا أن أهميته بزغت خلال القرن الثامن الميلادي حينما أصبح جزءاً من قصر الخلافة العربية. بعد السيطرة المسيحية على قرطبة في العام 1286 تحول القصر إلى مركز لإقامة الملوك الكاثوليك الإسبان يستقبلون فيه الوفود والسفراء، أما غالبية البناء الحالي فيعود للعام 1386 حينما أمر الملك ألفونسو الحادي عشر بإعادة بنائه. من هذا القصر خطط كل من الملك فرناندو والملكة إيزابيل على مدى سنوات عديدة لاستعادة غرناطة، والذي تم لهما نهائياً في يناير من عام 1492. ومنذ هذا العام وحتى العام 1822 تنازل الملك فرناندو والملكة إيزابيل عن القصر لصالح محاكم التفتيش،
وطوال أكثر من 300 عام ابتعد القصر عن طابعه كقصر وبلاط حكم ليتحول إلى أقبية وزنازين وصالات تعذيب. ولكن للأسف بفعل الإحراق المتعمد للوثائق والآثار لم يبق ما يشير إلى تلك الفترة المظلمة من تاريخ هذا القصر. وفي العام 1994 اعتبرته منظمة اليونسكو معلما من التراث العالمي، مما ساعد في إعادة الاعتبار لهذا الموقع التاريخي. إنشاء القصر على حافة نهر الوادي الكبير وفر له حماية من أحد جوانبه، بينما تكفلت الأبراج الأربعة الأخرى وجدرانه السميكة بتدعيم حمايته على فترات متعاقبة، حتى باتت أبرز ما يمكن أن يشاهد في القصر، حيث تسيطر هذه الأبراج على المدينة ومقترباتها، إذ يتميز كل برج منها بطراز بناء مميز لا يفقد الزوار متعة مشاهدتها أو مشاهدة المدينة من خلالها، حيث تسيطر هذه الأبراج على الممر النهري الوحيد في المدينة وعلى الجسر الروماني. أقدم ما يشاهد في القصر هو الصالة الرومانية، والتي تعود للقرن الثاني أو الثالث الميلادي، والتي ما زالت تحتفظ بشكل لافت بجداريات من الموزايك، مما حدا بالمختصين إلى تسميتها بقاعة الموزايك. مما يشاهد في القصر كذلك تلك الحدائق الغناء التي صممت أثناء فترة حكم الأمير عبد الرحمن الثاني، حيث تنتشر فيها أشجار متنوعة، إضافة إلى عدد كبير من الزهور الملونة التي تزيد الحدائق جمالا، خاصة في فصل الربيع. تخترق الحدائق أحواض مائية تزينها نافورات بأحجام مختلفة، وتقلل مع ظلال الأشجار من الحر الذي تعرف به مدينة قرطبة في فصل الصيف. الفناء الموروسكي هو واحد من أقدم أجزاء هذا القصر، والذي يتميز بحوض ماء صغير وحديقة صغيرة أسوة بحدائق الأندلس الشهيرة.
من النصب التي تنتشر في حدائق القصر نشاهد نصبا يمثل كريستوف كولومبس، وهو يقدم مشروعه لاستكشاف أمريكا أمام الملك فرناندو والملكة إيزابيل أثناء استقبالهما له في هذا القصر. دروس عديدة فنية ومعمارية نستقيها من زيارتنا لهذا القصر، إلا أن الدرس الأهم أنه لا يمكن للمنتصر أن يمحو ذكر من سبقه مهما حاول ذلك. لبرنامج مراسلون قحطان العاني، قرطبة.